قدم مصمم الأزياء اللبناني طوني ورد مجموعته الجديدة لخريف وشتاء 2024-2025. ارتكزت المجموعة على التطريز اليدوي المشغول بإتقان عالي وتنوعت الأقمشة ما بين الحرير والتول. أما بالنسبة للألوان اللي اختارها فكانت ما بين الفضي، الذهبي، السماوي الأبيض وأيضاً الوردي. تفاصيل العرض رح نشوفها بهالتقرير. بكل مرة عم بيقدم المصمم اللبناني طوني ورد عرض أزياءه الراقية، وبيثبت أنه اسم صعب بهالمجال. بعرضه يلي تقدم لمجموعة خريف وشتاء 2024-2025 خلال أسبوع الموضة الراقية بباريس، قدم تصاميم غنية بالتطريز اليدوي الدقيق والأقمشة المشغولة بحرفية عالية. افتتح العرض الذي أقيم بفندق بوتوكي الباريسي الأنيق بمجموعة تصاميم موشحة باللون الأخضر الفاتح، واتخذت أشكال عديدة من خلال التكوين والقصات اللي بتترجم ببراعة الصناعة اليدوية والحرفية. ويشرح المصمم أنه امرأة عرضه أشبه بالأسطورة التي ولدت من جديد، وبالفعل بدت العارضات أشبه بكائنات من خارج الطبيعة والعالم بفضل مفردات عديدة أبرزت التصاميم البنيوية والأشكال والتكوين البارزة والتيجان المزينة للرأس. وفي هذا السياق بدأت مواكب الجمال بعباءة خضراء أنيقة عم بتزينها 3000 زهرة من الأورغانزا الحريرية، ودفقت الأقمشة في الطبقات الرقيقة المشغولة بدراية والتطريز الباهت على التول الشفاف. نوعت الأقمشة والمفردات بهالعرض الغني بالتفاصيل الساحرة، وبرزت التنانير الواسعة من خلال طبقات من الحرير المخلوط والأوراق المعدنية. اختتم العرض بفستان زفاف أسطوري بلون الأوف وايت من التول المطرز بورود الأورغانزا الحريرية المرصعة بالكريستال، مع تاج من الأوراق المعدنية فوق طرحة طويلة، وتباينت ألوان الأثواب واتشحت بروائع الطبيعة بصبغات بين الأزرق السماوي والأخضر والأحمر الكرزي.